كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حلعب لعبة بي كي اكس دي، واخيرا اليوم قاعد فكرة كثير جديدة ما حدا عملها قبل، وهو يوم كامل عجوز. رح يكون الفيديو كثير كثير لما اكبر، خلص النسخة العجوزة تبعي. صراحة تحكون عن جد انكم تكملوا الفيديو للاخر، لكن قبل ما بلش هاد الفيديو تابعي اللي خبرتني بهاي الفكرة كثير 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 صراحة بشكرها. فبس طبعا خلي نبلش مشان نتحول يعني العجوز ونشوف كيف رح يمر يومنا. طبعا خلي انه نبلش. فاول شي مشان تصير عجوزة لازم نروح على صالون الحلاقة. يس ليتس جو على صالون الحلاقة، يلا ليتس جو. مشان هونيك بصالون الحلاقة رح اغير ملابسي وشعري وكل شيء. او ماي جاد، شوفي هديك الفوفاء. ويت 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 ويت، اوكي رح اخلي الصباح لانه بالليل بكي كثير، بالليل ما فيني اشوف كثير منيح، فرح ارجعه صباح صباح. على فكرة انا حاول الف تبعي اللي هو الطائرة، عم حس انه فكذا والله. انا رح ارجع طبعا الصباح نشوف. اوكي ما بعرف شو فيها هاي البنت عم تطير. هلا طبعا خلي انه نروح على صالون الحلاقة. تتو وصلنا، خلينا نشوف اذا بيبيع اللون الابيض. اوكي عنا بينك، عنا بلو، وعنا جرين يعني زهري وازرق واخضر. طيب ما بدي سريحة ولا واحد فيهم، بدي بس اوكي ويت ويت، لازم نحط شخصية تانية. رح احط هذه لانه هذه اللي رح اغيرها، فا مش مستعدة ابدا. اوكي رح اخذ طبعا هذا الشعر، رح نصبغه بالابيض. او ام جي، وكمان طبعا لازمنا مكياج يعني وجه مشان اللي يخلينا نصير عجل. خلص يعني تخلينا نصير عجوز، لازمني كذا يعني حواجب باللون الابيض كذا، وعيون ما فيها يعني كثير هدول الرموش وكذا. فعرفتوا هدول هن اللي بكونوا عجوزين. فا او ماي جاد، اوه هذا هذا تبع الكريسماس، يب هذا هو العجوزه كذا مبتسمه. ويت خلي اشيل الكمامه. كثير يا جماعه حلو هالوجه، ليش الناس ما بتعمل هالوجه بيكي اكس تي؟ ليش ما عسل بس؟ والله صرت جايز عجوزه عجوزة وشعبة بنفس الوقت وكذا، ما بعرف شو هذا. المهم هلا طبعا حنلبس يا جماعة ملابس عجوزين. اوكي ملابس عجوزين كيف بيكونوا؟ فبكونوا كذا يعني ملابس كذا زي كذا مثلا. ويت يعني مش كذا رح تكون يعني ملابس كذا رياضية وكذا للشغل او لا، لا رح تكون كذا ملابس للمنزل وكذا، ملابس هشة وكذا، ملابس يعني بس للبيت وكذا، ما رح تكون يعني ملابس رياضية وستايل ومدري. فهذا الاشي اللي لازمنا هلا. فهلا عم ببحث عن ملابس كثير عادية، فاعتقد رح اختار هاي. لا مو هاي، هاي اوكي اعتقد هذه، لانه كذا يعني احنا بدنا كذا يعني كذا يعني لبسي عادية تماما. ف يا يلا يلا ليتس جو. فهلا طبعا ناخذ احنا بنطلون تاني، ليتس جو. او ماي جاد نو، اوكي طبعا لازمنا هلا طبعا بنطلون بيناسق هذا، لازم يكون طبعا لونه كذا يا اما اسود او زهري، او بالدرجة الاولى لازمنا واحد يكون لون او ماي جاد اسود بجنن، لكن بدنا اكيد احنا يعني كذا شو اسمه فيوليت صح؟ يب فيوليت او شو بدي اسميه. المهم هذا بيربل، يب بيربل اخيرا تذكرته. وما راح يلبسون زي ما قلتلكم يعني كذا ملابس بالموضه وكذا، يعني انا بدي اصير عجوزه مش يعني بالموضه، خلص خلص صارت عجوزه خلص. فراح اعمل هدول، لا مو هدول، بدي كذا اشي يعني كثير كثير عادي زي مثلا كذا زي هذا، لكن بدي كذا يعني زي هذا مثلا او هذا. يب شب 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 شب، شفتوا؟ خلاص سب سب. او ام جي، خلينا نشوف هلا. او ماي جاد صرت عجوزي. او عجوزي اكيد ما رح تنط وما رح ترقص زي كذا، واكيد بيكون عندها حيوان الف لك انا
تمام رح خلي عندي حيوان أليف. أوه هلأ صرت عجوزة، التطور تبعي نجح الحمد لله، مش مصدقة هلأ خلص تحولت لشخصية عجوزة. مرحبا، هذا هو حيواني الأليف، ما بعرف شو اسميه، اقترحوا علي بالتعليقات شو اسميه، اقترحوا علي بالتعليقات وبس. والله بحبكم كثير. خلص تغير صوتي رجع. اوكي ارجوكم اشتركوا وحطوا لايك، يب حطوا لايك لهذا الفيديو يلا عشان نوصل اكبر عدد من المشتركين. يلا يلا يا ابنائي، يلا 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 ليتس جو. او ماي جاد ليتس جو، نطلع برا. اوكي ابنائي وينكم؟ بنتي خلاص وقفت. هاي ليش عم برقص؟ شو حالك؟ بدك تاخدي بيتزا؟ مين بده بيتزا؟ يلا يا ابنائي. خلص انا عجوزة، انا اكثر واحدة عجوزة بهذا السيرفر لانه بيكسي اغلبها شباب وكذا، فلأول مرة عجوز بيكس دي من اغلبهم شباب وليكو كذا يعني خلص شباب كذا. ما بقدر اتحرك منيح، ساعدوني ياه. يلا انا رح اتعلم الرقص، رح ارقص هي 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 هي. تعالوا كذا وكذا وكذا وبعدين كذا وكذا وكذا وتتا تعلمت عشان ارقص شوفوني. يلا 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 هذا البينك مكاو با كويس عن جد صرت عجوزة. يب عجوزة يعني، ف يعني بلو مكاو مو بينك مكاو. اسفي يا بلو مكاو، كل هذا الازرق وانا حسبته زهري. والله اسفة، فكر مش لازم كذا اتمشى، لان العجوزين غالبا يعني مو كلياتهم لكن اغلبيتهم وغالبا بيكونوا كذا يعني يا اما مرض او عندهم كذا مشاكل كبيرة بالمفاصل وكذا، وبكل عندهم يعني صعب كثير التحرك، فمشان هيك عرفتوا. انا لما كنت صغيرة كنت كتير أعرف إني أسوق الدراجات وكنت عم بروح بيهم للمدرسة، لكن هلأ ما صرت أبدا أتمشى فيهم. هي 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 أوه ماي جاد، وينهم أحفادي؟ يا أحفادي حطوا لك يا أحفادي. وكمان رح فرجيكم حركة تعلمتها كثير حلوة. أوكي رح فرجيكم ياها، هي طبعا طريقة وحركة بتجنن. اول شي تصعدون فوق بيت، ثاني شي تكبسون على هادي وتجا. اي ظهري والله، اي عن جد اصطدمت مع الحيط، مو الحيط لكن مع الارض. مو كتير لكن ظهري كثير صعب مشان اتحرك. يلا ليتس جو. والله كثير حبيت على فكرة، كثير حابة كمان اشكر مرة ثانية هالمتابعة اللي عطتني هالفكرة، عن جد كثير بتجنن. بس بحبكم كثير وباي.